الجزء الثالث من اسرار النجمه الكبيره شمس البارودي. طبعا احنا حاولنا ان احنا نخليه على جزئين، ولكن للاسف الشديد المذكرات او الاسرار كانت كتيره جدا، والحوار اللي كان بينه وبين الاعلام اللي بيحاورها بيوجه ليها اسئله جريئه جدا كان حوار طويل جدا، فسامحوني ما عرفتش ان انا اخليه على جزئين، واضطرينا ان احنا نعمل ليه جزء ثالث، والجزء ده هيكون الاخير وهنعرف فيه حكايه الفيلم اللي يعتبر نقطه سوداء في حياه الفنانه الكبيره شمس البارودي. طبعا في الجزء الثاني كنا واقفين عند سؤال جريء جدا كان موجهه الاعلامي للنجمه شمس البارودي، وكان بيقولها بوضوح: لماذا كنت متشدده في بدايه حجابك او ارتداء النقاب؟ اول ما سابت الفن او اعتزلت الفن الفنانه شمس البارودي وفكرت انها تلبس الحجاب وبعدها النقاب كانت متشدده جدا، ما كانتش حتى قبل حتى من زمايلها من الوسط الفني، عشان كده الاعلام بيقول لها: انت كنت متشدده ليه اول ما لبست الحجاب والنقاب؟ طبعا هي ردت عليه بمنتهى الوضوح وقالت له: كنت في بدايه حجابي ونقابي اقرا في كتب السلف. يعني ده هو السبب اللي خلاها كانت متشددة؟ اه، ما هي قالتها بوضوح: السبب اللي خلاني اللي انا كنت متشددة في البداية بعد لبس حجابي او نقابي ان انا كنت بقرأ في كتب السلف وكنت اشدد على نفسي، ولكن وجد ان ما شاد، انا هحرركم الجملة اللي قالتها بالظبط: ما شاد الدين احد الا غلبه فاوغله في الدين برفق. كنت أحب النقاب وأعتز بيه، لكن وجد أن الأصل في الدين هو إزار الوجه كما أكد علماء الدين، ووجد أنني مع مرور الزمن إن أنا كبيرة في السن ووجهي مش هيكون فتنة، فبالتالي إن أنا اتنازلت عن النقاب ورجعت مرة تانية للحجاب. السؤال قبل الأخير اللي وجهه ليها: كيف تعيش شمس البارودي أمومتها مع أبنائها؟ دي طبعا دخل في موضوع حاجة شخصية داخل بيتها. ردت عليه النجمة شمس البارودي وقالت له: أبنائنا هما ثروتنا. طبعا هي بتقصد نفسها وزوجها الفنان الكبير حسن يوسف، عشان كده بتقول: أبنائنا هما ثروتنا، ربي يخليهم. طب هما مين؟ مين أسماء أبنائها؟ طبعا هي قالت: ناريمان الابنة الكبيرة، ودي أول فرحتنا، تخرجت في الجامعة الأمريكية، ومحمود خريج جامعة أمريكية، وعمر درس في سياحة وفنادق في جامعة سويسرا، وعبد الله درس في البداية طيران بأوكرانيا، وحصل على إعلام من جامعة بيروت: علمت أبنائي أنا وزوجي الأخلاق والاحترام وقيمة الأشياء وعدم الكذب وعدم حب المال. وجه ليها سؤال تاني وقال لها: وماذا عن الحماة شمس البارودي؟ طبعا هو بيقول لها هذا مناسبة هذا السؤال إن هي طبعا مجوزة أبنائها طبعا الصبيان، فبيقول لها: أنت بتتعاملي إزاي مع جوز بنتك؟ آسف، مع مرات ابنك بتتعاملي معاها إزاي في البيت؟ أو العكس، مع جوز بنتك بتتعاملي معاه ازاي؟ ما هي حمل ده ويعتبر حمل التاني، يا ترى انت معاملتك معاهم ازاي؟ طبعا هي ردت عليه بمنتهى الوضوح وقالت: ان انا بعامل زوجة ابني عمر كانها بنتي بالظبط، انا بحبها كتير جدا، وانها بتقوم بتجهيز الطعام ليها ولابنها، وبقوم بارساله لمنزلهم. وجه ليها سؤال بعدها وقال لها: ما رأيك في ابنك الفنان الشاب عمر حسن يوسف كممثل؟ هل فعلا في مشوار التمثيل راضي عنه ولا رفضاه زي ما انت رفضت الفن واعتزلتي؟ ردت عليه وقالت له: الحمد لله كل التجارب اللي قدمها ابني سواء في السينما او التلفزيون انا راضي عنها تماما، عمر بيقبل الادوار اللي بتحمل رسالة ولا يقبل ومش بيقبل أي دور بهدف الانتشار أو المال أو الشهرة، والحمد لله مسلسل بالحجم العائلي اللي قدمه في شهر رمضان
قبل الماضي مع النجم يحيى الفخراني كان نقطة انطلاق قوية جدا في حياة ابني الفنان، ده بعكس ما هي او جيلها ما عمل. احنا قلنا في بداية الجزء الاول ان في فنانات كتير قدموا ادوار جريئة لهدفين، لهدف المال وهدف الشهرة او هدف الاتنين مع بعض، تمام. ولكن في بعض الفنانات كانوا بيقولوا عذر، زي الفنانة ناهد الشريف اللي هنقدم عنها فيديو، ودي قصتها مهمة جدا. قالت فعلا انا قدمت ادوار جريئة جدا ولكن كان عنده عذر. يا ترى ايه العذر اللي خليها تقوم بادوار جريئة ومثيرة في السينما؟ طبعا ده هنعرفه لما نجيب سيرتها الذاتية. لكن الموضوع ده مختلف مع الفنانة شمس البارودي، بتقول انا ابني دخل التمثيل ولكن نصحته اول حاجة يفكر فيها الرسالة، الدور اللي يقدمه يكون ليه رسالة من غير ما يفكر في الشهرة او المال. السؤال الاخير اللي وجهه الاعلامي لشمس البارودي، الاخت الكبرى، الاخت الكبيرة شمس البارودي، ماذا تمثل لاخواتها الستة؟ طبعا هي اكبر اخواتها. طبعا هي قالت الاخت الكبيرة لست اخوات، هما محمود وناهد ووفاء وسناء وهناء وصفاء، بيعتبروني الاخت والام والصديقة في نفس الوقت، وبيحكوا لي كل مشاكلهم واقوم انا بحلها، فانا القلب المليء بالحب لكل اخواتي، ويعتبرون حسن اللي هو جوزها الاخ الكبير بالنسبة لهم. وجه ليها سؤال من تحت الترابيزة وقال لها طب ايه علاقتك ببنت اختك غادة عادل؟ طبعا في حوار كان عامل دوشة على السوشيال ميديا، وقال ان دي تبقى خالتها وهي قالت لا، وفي بعض الناس اسف قالوا لا. دلوقتي الاعلامي بيوجه ليها سؤال بيقول لها علاقتك ايه ببنت اختك واللي هي الفنانة والنجمة طبعا غادة عادل؟ ردت عليه وقالت له غادة عادل بنت اختي الكبيرة، من امي مش من ابوها، تمام. ورحلت، وقد رحلت وغادة صغيرة، يعني مامة غادة رحلت او توفت وهي صغيرة، وكنت بطمن عليها دايما انا واخواتي، وبتتابع اخبارها بتطمئن عليها من وقت للتاني. يعني اللي احنا فهمناه كده ان غادة عادل تبقى بنت اختها ولكن مش من امها، من ابوها. عشان ما اطولش عليكم بقى، احنا خدنا الاسرار من البدايه للنهايه زي ما قالتها بالظبط الفنانه شمس البارودي. نيجي للنقطه المهمه ونعرف ايه حكايه الفيلم اللي بيعتبر نقطه سوداء في حياه الفنانه شمس البارودي. احنا قلنا الفنانه ناهد يسري كان الفيلم اللي يعتبر نقطه سوداء في حياتها هو سيده الاقمار السوداء، واللي كانت ندمانه على المشاركة فيه بسبب المشاهد المثيرة والأدوار الجريئة اللي كانت في الفيلم، واللي جزء كبير من المجتمع رفضها وقال دي خارجة عن العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها. طب يا ترى الفيلم اللي يعتبر نقطة سوداء في حياة شمس البارودي هو ايه؟ وايه حكايته بالظبط؟ هل عشان الأدوار الجريئة ولا في سبب تاني؟ طبعا الفيلم اللي يعتبر نقطة سوداء في حياة شمس البارودي هو فيلم حمام الملاطيني، واللي قالت بلسانها الفيلم ده انا ندمت على المشاركة فيه. طب يا ترى قبلته ليه؟ هنعرف دلوقتي. طبعا هو فيلم روائي مصري من تأليف محمد محسن زايد ومن اخراج المخرج الكبير صلاح ابو سيف. تم إنتاج الفيلم سنة 1973، وهو من بطولة الفنان محمد العربي والفنان يوسف شعبان والنجمة شمس البارودي، وبتدور قصة الفيلم حول شاب هاجر أو ساب محافظة الإسماعيلية ويقيم مع أسرته في محافظة الشرقية، ثم بعد ذلك بيأتي لمحافظة القاهرة من أجل الحصول على وظيفة وفي نفس الوقت لاستكمال تعليمه بكلية الحقوق، ولكن للاتنين بيقفوا قدامه، يعني الدراسة والسكن، فاضطر للأسف الشديد ان هو يسكن في حمام الملاطيلي. دي على فكرة دي منطقة، عشان كده اسم الفيلم طلع عليها.
فطلع هو اللي يسكن في المنطقة ديت عشان أسعارها رخيصة بسبب انخفاض أجرة السكن فيه. وهناك في نفس المكان اللي هو حمام المراتيلي بيقابل الشاب، وهو محمد العربي بيقابل فتاة ليل، طبعا شغلها معروف أعمال منافية للآداب، طبعا هاربة من أعمالها وعايزة تتوب، وساكنة في نفس المكان اللي هما بيتقابلوا فيه هما الاتنين. لكن للأسف الشديد عمها وابن عمها بيقوموا بقتلها انتقاما لشرفهم، يعني هي حاولت إن هي تنسى الماضي والأعمال اللي قامت بيها، ده قصة الفيلم يعني، وإن هي كانت فتاة ليل وشغالة في الأعمال المنافية للآداب، ولكن لما قابلت محمد العربي حبته وحبت تتوب، ولكن للأسف عمرها ما طلش، عمها وابن عمها قتلوها قبل ما تتجوز من الشاب اللي بتحبه. المهم الفنانة معتزة شمس البارودي حكت إنها قضت يوم كامل في بيت منافي للآداب، أنا مش هقدر أقول اسمه ولكن أنتوا عارفينه، في بيت منافي للآداب. طب يا ترى هو راحت البيت ده ليه وقضت يوم بالكامل؟ طبعا الكلام ده كله قبل تصوير فيلم حمام الملاطيري، لأن الدور اللي هتقوم بيه في الفيلم فتاة ليل، فمش عارفة تتعامل ازاي، يعني هتتقن الدور ازاي. لازم عشان تمثل صح او تقوم بالدور صح لازم تروح لمكان زي ده وتعرف ايه اللي بيحصل فيه بالظبط. بالفعل كان المخرج صلاح ابو سيف بيمسك ورقة عليها عنوان مسجل، وفي ايده الاخرى في ايده التانية فتاة رشيقة القوام، وعلى ملامحها خجل كبير جدا كسوف. وقف ابو سيف امام حي العمارات وصعد السلم وخبط على الباب، وفجأة فتحت لي امرأة، فتحت لي ست في سن الـ40، انا هقول لكم بالطريقة العامية عشان تفهموني. اقترح المخرج صلاح ابو سيف على شمس البارودي انها تروح في مكان مشبوه عشان تقعد مع الناس او تقعد مع الست وتعلمها ازاي تمثل او تقوم بالدور اللي هي هتمثله في حمام الملاطيري. المهم في ايده ورقة وفي الايد التانية ماسك الفنانة شمس البارودي، وراح للعمارة او للسكن او للشقة، خبط على الباب، فتحت له ست عمرها 40 سنة، طبعا لابسة قميص شفاف، مش عايز اوضح اكتر من كده ولكن انتوا فاهمين قصدي، دي شقة مشبوهة أعمال منافية للآداب، فأنتم متخيلين يعني اللي هتفتح له الباب يعني هتكون لابسة حجاب، مستحيلة. فتحت الباب وهي لابسة قميص شفاف، طبعا مبين كل جسمها، والقميص من قماش رخيص، طبعا لاسف جسمها فمبين كل ملامحها. ويمكن النقطة اللي أنا مرضش أقولها في البداية أو اللي هو قالها المخرج بمنتهى الوضوح، قال تحت القميص ما كانش لابسة حاجة، عشان كده جبنا من آخر، ولكن النقطة الوحيدة اللي كنتش عارف أقولها هي الشقة، كانت طبعا فاهمينها. المهم دخلت الفنانة شمس البارودي مع المخرج صلاح أبو سيف للشقة بعد ما قابلتهم الست، وبتقول الشقة ما كانش فيها غير سرير وكرسيين. المخرج جلس على كرسي وشمس البارودي قعد على الكرسي التاني بيسمعوا التفاصيل من السيدة اللي قدامهم اللي هي فتاة الليل، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ طب لما بيجي لكم الزبون بتقابلوه ازاي؟ طب بتعملوا ايه عشان يعني يتم استدراج الزبون؟ مع كل مهنة وليها طريقتها. طبعا الست قعدت تتكلم وتحكي احنا بيجينا الزبون بندردش معاه بنستدرجه ازاي، وحتى بتقول لها انا البنات اللي عندي بعلمهم يستدرجوا الزباين ازاي. المهم كده عرفت كل التفاصيل انها كده تبقى بنت ليل من الدرجة الاولى عشان تعرف تقوم بالدور على اكمل وجه. عرفتوا بقى هي دخلت المكان ده المشبوه ليه؟ اقتباس للدور او للشخصية اللي هي هتقوم بيها،
ما هي قايمة في الفيلم بنت ليل. طبعا هي ما تعرفش حاجة عن بنت الليل بتعمل ايه، وبتقابل الزبون ازاي، وبتعمل معاه ايه، تمام. فما كانش قدامها غير ان هي تروح شقة مشبوهة تقابل بنات الليل وتعرف كل التفاصيل عشان تقوم بدورها بشكل كويس. طبعا هي بتقول كان لابد من التجربة، وان انا اروح شقة مشبوهة حتى تستطيع شمس البارودي ان تؤدي دورها في فيلم حمام الملاطيلي مع الممثل محمد العربي، والدور كان يتطلب او كان بيطلب ان تقوم ان هي تقوم شمس البارودي بمعرفة الكتير عن حياة فتيات الليل، لان الدور اللي هتلعبه هو دور بنت ريفية جميلة جرفها ديار المدينة ووقعت في حبال الخطيئة. يعني هي الدور اللي بتقوم بيه في الفيلم هي بنت ريفية، بنت فلاحة، بنت فقيرة مش عارفة تمشي دنيتها ازاي، ولما يجي لها دور بالشكل ده طب هتمثله ازاي من غير ما تعرف تفاصيله. طبعا هي راحت الشقة شربت الدور، عرفت التفاصيل وعرفت تمثل الدور بشكل جيد حتى لو كان في مشاهد جريئة. ده كان ملخص بسيط، هو مش بسيط الصراحة، لأنه كده احنا وصلنا في الجزء الثالث. أنا عارف إن كنتوا زهقتوا مني، ولكن يمكن أطول فنانة ليها سيرة ذاتية كبيرة هي الفنانة شمس البارودي. ناهد يسري احنا خدناها السيرة الذاتية بتاعتها في فيديو واحد بس، وباقي الفنانين بالتأكيد هيكونوا في فيديو واحد، ولكن شمس البارودي واخدة مننا لغاية دلوقتي 3 أجزاء. وده ان الحوار اللي دار بينها وبين احدى القنوات التلفزيونيه كان حوار طويل جدا، وحاولنا ان احنا ما نسيبش ولا نقطه غير لما نتكلم عنها. حتى الاسئله الجريئه اللي توجهت ليها اتكلمنا عليها بمنتهى الوضوح. اتمنى يكون التقرير عجبكم في الجزء الاول والثاني والثالث، وفي الاخر بتمنى ليكم كل خير. يا ريت بس تسمعوا عشان تعرفوا القصه بالكامل، تسمعوا الجزء الاول والتاني والتالت. أسيبكم دلوقتي في رعاية الله، وانتظرونا مع نجمة جديدة بأدوار جريئة مع سيرة ذاتية جديدة. طبعا لغاية دلوقتي في الفترة اللي جاية مش هنخرج عن السينما المصرية، وبعد كده هنشوف السينما العربية أو السينما الأجنبية، لكن الأول نركز على النجوم بتوعنا احنا، النجوم المصرية، تمام. في نقطة بسيطة ما نسيت ان انا اقولها، وهي لما قلت ان الفنان شمس البارودي من اصل سوري مش من اصل مصري. طبعا هي اسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي. الموضوع ده كنت الكلام ده انا كنت قلته في اول جزء، ولكن ما كانش في وقت ودخلت في الحوار على طول، فمش مشكلة. اسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي، من مواليد 4 أكتوبر 1945. الجنسية طبعا واخد الجنسية المصرية، جوزها هو الفنان الكبير حسن يوسف، أبنائها هم نريمان ومحمود وعمر وعبد الله. وهي من أصول أو من أصل سوري، وحاليا معتزلة طبعا زي ما قلنا عالم الفن. أسيبكم دلوقتي في رعاية الله، وانتظرونا مع نجمة جديدة وأدوار جريئة.